واش الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد تاع اليوم. كيف شفتوا معنا في العنوان، انا غادي نهضر لكم على ريفورم اللي كاينه دابا اكطوال اللي خرجات، وغنعطيكم واحد الحلول اللي فريمون الحلول اللي ضربنا عليها تمارا قلبنا باش نعطيكم اللاصق. دونك الدراري تفرجوا حتى الاخر ما يفوتكمش هذه القضيه هذه. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ده معايا جوج ديال العمران، عمر الاول اللي قدم راسه حتى هو. مرحبا بكم الدراري، انا جيت لهنايا في كندا اون 2018 ودابا غادي قريت ديسان اندستريال ودابا غادي ندفع في البروغرام دو ليكسبيرونس كيبيكواز افيك لي زانسيان لوا، واليوم غادي نشرحوا لكم لي شونجمون لي غيديروا ان شاء الله. وعمر الاخر راكم كنتو معايا في واحد الفيديو، ها هو معنا انا اليوم. تعاود دير التقدم ولا التقديم ولا اللي كان نديرو التقديم. السلام عليكم، انا سميتي عمر، كنقرا في لانستيتيو تيكا اللي معروفه في هنا في كيبيك، و انا اكطوالمون جو فيان فينير مون دي او بي و وندفع ان شاء الله في لا فان دو موا سلون لي زونسيان ريغ دو ليكسبيريونس كيبيكواز اللي تخرجت من 2010 حتى لا فان 2020. بارفي ان شاء الله، المهم يدير الله خير يا ربي امين. دونك الدراري كيفاش هادو غيدفعوا في لونسيان لوا ما غيدفعوا في لا لوا جديده؟ في لا لوا اللي كاينه حاليا دابا المهم اللي غياخذوا الدغوا اكي هما الناس اللي غادي لي فينيسيون ديال 2020 اللي غيسالي حتى لو 31 ديسمبر 2020 عنده الحق ياخذ لا لوا جديده، ولكن اللي غيكمل في 2021 اي بلس لا لوا القديمه، ولكن 2021 اي بلس غادي يخدموا في لاروا جديده اللي غادي تخرج في لو 22 جويي. اليوم اوني كوا لو 11 جويي، دونك لو 22 جويي فوالا لو 11 جويي هذيك في لو 22 11 يوم غادي تطبق هذه لاروا، والناس اللي فينيسيون ديال 2021 هو اللي غادي تطبق عليهم هذيك لاروا. اشنو قالوا في هذه لاروا هذه ان شاء الله؟ نشرحها شي واحد، يلا سير توكل على الله. جودي ديرني خرجت لا مينيستر، لا نوفيل مينيستر ديال ليميغراسيون نادين جيرو، اللي رمبلاسات هذاك سيمون زولان باريت اون نوفيل ريغلومون. لو نوفو ريغلومون دار دي زاجوستمون من ناحيه لا اي لا بيس لا دوري دو ترافاي، من ناحيه لي ترافايور اترونجي. مثلا ان ترافايور اترونجي اللي غادي يجي من برا كانوا ا لونسيان ريفورم كانوا بروبوزاو 3 سنين ديال الخدمه، دابا هبطاتو لعامين. من ناحيه ان ديبلوم بروفيسيونيل افون سيتي 24 موا، دابا سا بيس 18 موا ليكيفالون ديال عام ونص. Et pour les diplômes universitaires, ça m'a le wall. Ou là, il y a un changement. Il y a l'expérience de stage, je suis le maximum de 3 mois. Maintenant, on a un DEP en soutien informatique en 2021. Le stage d'Eli fait 3 mois. Donc, je suis 18 mois, je suis 15 mois. Ou là, il y a un université, je suis 12 mois, je suis 8 mois. Il sera éligible parce qu'il fait le programme de l'expérience québécoise. Actuel, il est parti à partir du 22 juillet 2020. Voilà. C'est ça. C'est ça. D'autres ajouts, en plus, en fait, le délai le qadim li kan le programme de l'expérience québécoise, kan bnadem ki tfa la demande dialo, ki toujou dlo en 20 jours ouvrables. Dabba ma les le CSQ, dabba ma les nouvelles le nouveau règlement, le CSQ gadi li wjed 6 mois. Hada wa le nouveau délai. Donc en plus, عندك la partie fédérale li katsakh à peu près 2 ans. فوالا 24 موا باش يلاه كتاخذ لا ريزيدونس بيرمانون ديالك. دونك بخلاصه بعجاله، هما نورمالمون باقين يعني لي موبيلازاسيون كونتر هاد لا ريفورم وكلشي. قلت لكم الخوت بخلاصه وبعجاله، سي كو الكيبيك دابا حاليا عوض ما التلاميذ غادي يقراو دي او بي ولا ديبلوم بروفيسيونيل غادي يخدموا عامين، غادي يخدموا 18 موا وغادي يحسبوا لهم ماكسيموم 3 موا ستاج يعني 15 موا ترافاي. لي ترافايور كاليفي عوض 3 زون غادي يخدموا 2 زون. شنو اخر اللي كانوا قالوا لي زونيفرسيتير فوالا ديبلوم يونيفرسيتير ولا سيجيب يعني ديبلوم سكوندير تيك وباشلر يعني بكالوريا ولا الميتريز غادي كانوا يخدموا عام، دابا يحدوا لهم يعني 3 موا غادي يعني نقص لك 3 موا من العام ديالك من 12 موا اللي عندهم ستاج 3 موا فاليد. فوالا حاجه واحده اخرى غادي نقولها لكم الخوت، قبل ما تجيو قبل ما تفكروا في اي حاجه، نساو لي الار سي ونساو لي الدو اس اس. الاتيستاسيون ديتيود كوليجيال و ديبلوم ديتيود سوبيريور سبيسياليزي راه ما كاينينش في البيك، راه ما كيديروش لكم الوراق يعني بلا ما شي واحد يبقى يفكر في هذه القضيه هذو، وما عوانيش يزيدوهم. فوالا كيف قال سي عمر ما غاديش يزيدوهم، دونك بلا ما الواحد يحمق راسو مع هادشي راه واخا يدير اللي دار ما غياخذش بهم الوراق. حشومه ديجا لو ديلي الي تري لون، انا نعطي مثال دابا ما بقاتش عام ولا عام ونص الخدمه، راه ماشي مشكل عام ولا عام ونص، راه ديجا شحال 90 راه مابقاتش شحال 90 في الوراق، لان ايماجين عام ونص باش يلاه تدفع لو سي اس كيو بلوس القرايه. بلوس القرايه، نعطيك مثال مثلا 3 سنين انديك، حيت كنسمع بزاف الناس كيشوفوا نبغي ندير انديك ديك تكنيك انديك يجي قرا 3 سنين ياك
مع شحال يخلص 35000 وغادي يجي يخدم عام مثلا عام ولا قلت 8 شهور يجي على 6 شهور شي مو بلس 24 مو حشومه. دونك الدراري دابا هنا بداو كيعطيوكم في لي سوليسيون اللي قلت لكم. الانسان قبل ما يجي لكندا تحاول تركز معايا بالعقل ديالك دابا الله يرضي عليكم، لانه فريمون يوصلوني دي كيسيون بزاف في هذه القضيه هذه، ولكن غنشرحها اون ديتاي باش فهموها بالعقل الله يرحم الوالدين. قبل ما تجي لكندا حنا كنقول مثلا ماروك سان بي فرانكوفون ولا حنا في لو نور افريكان مثلا سواء المغرب الجزائر نانانا لو نور افريكان كنقول مثلا حنا اون دي بي فرانكوفون كابون جو البروفانس كيبيك بحكم انه كيهضر بالفرونسي في الكوميونيتي راه جاو داروا راقيهم حتى فكر في راسك ما بقاش فكر في الكوميونيتي وراه الكوميونيتي دارها كلشي عنده ريزيدونس ديالو هذاك الشيء فكر لي في ورق ديال كندا صاحبي بعد الا بغيتي تقدر هذاك الشيء عندهم الكيبيك تقول لي مثلا انا عندي عائلتي هنا مع كامل احتراماتي عندك عائلتك ولكن هما عائلتك وخاصك باش دير الوراقه صاحبي خاصكم باش ديروا الوراقه الخوت بزاف ايماجين انا وعمر نصرح لهم نقول لهم اننا ندوزو من لونسيان غاكل مالغري سا طولوا الطريق بزاف دابا انا دابا غندفع سيسكو لا سومان بروسان ابري 3 جوغ غنكون ريزيدون بيرمانون هذا شوف هذا راه كمل القرايه وكلشي ابري 3 جوغ عاد غادي يكون ريزيدون يعني سوف كو لا اختار سوليسيون الثانيه اللي قلت لكم واللي غادي نعاود ناكد عليها الخوت تقدر تاخذ الدبلوم ديالك هنا في كيبيك سا ديرونج با تقدر تجي هنا مثلا ما ديرش او سي دي اس اس كيف قلت لكم دير ان ديبلوم دمان دوفر شي حاجه اللي مطلوبه شي حاجه اللي غادي تخدم بها من بعد اللي غادي تاخذ بها كونترا طرافاي فهمتي ما تجلسش في كيبيك خديتي الدبلوم ديالك طلع مثلا غير لونتاريو لونتاريو خدم عام اسيدي وخذ ان بروميس دومبوس تدفع لونتري اكسبريس 6 موا غتاخذ الوراق ديالك اصاحبي انت ما بقاش تفكر لي انا لا عندي صحابي في مونريال عندي كذا صحابك راه داروا وراقيهم انت غتبقى كاسك الدوار اصاحبي هنايا فهمني كنهضر معكم معصب لانه كيوصلوني دي كيسيون بعض المرات بزاف ما عمركم قالشوني معصب في شي فيديو ولكن راه بزاف راه بنادم كيبقى يفكر في صحابه وكيفكر كذا وكيقول لك اصحابي دايرين واصحابك راه جاوا واحد الوقت مثلا كيهضروا معايا تيقول لي وانت راه ديجا عندك مثلا غيزيدون وكذا انا راه شفت واحد الوقت الدراري فكروا نتوما في الدومين اللي غادي تخدموا فيه ولا اللي غادي تقراوه اللي غادي ديروا به الوراق وغادي تمشيو مثلا دوت بروفانس كيف قلت لكم نيو برانزويك لا نوفيل ايكوس كولومبي بريطانيك لونتاريو ليل برانس ادوار قلبوا شويه في القانون ديالهم ودفع لونتري اكسبريس راه مثلا غيعطيكم غير مي كتدفع لونتري اكسبريس اش بروفانس يعطيكم شي نوميناسيون صافي راكم ربحتوا تخيل معايا نتوما في لاج باقيين جون عندكم ديجا قارين ان ديبلوم عندكم واحد العام ديال ديبلوم كندي اللي معترف به بكندا كامله باسكو ان ديبلوم كيبيكوا راه معترف به بكندا كامله عندكم كيف قلت لكم لاج عندكم ليكسبيريونس ترافاي راه صافي راك ضمنتوا كلشي غتخدموا لي لونغ ديالكم فرونسي اونغلي طحنوها ما تفكوش لي مع لونغلي ضربوا لي اللونغ ديالكم ها نتوما 6 شهور ها نتوما خديتوا ريزيدونس الدراري وما خاصكمش تفلتوا هذه واي سي لونغلي والله حتى شي لونغ ساهله بزاف بزاف كاع صاحبي راه الناس كنعرفوا تعلموا الالمانيه وصعيبه بزاف وتعلموا لونغلي هنا عايش في مونريال زعما جوج كومونيكاسيون تقاد دوي تلق لسانك بغا تولي طيار ايماجين تمشي لونطاريو صافي راه تولي طياره في لونجلي بزاف تقاد دوي لونجلي اما لقيتي هنا تبقى مع القبائل كنقولها لهم ديما عمر وانا فاش طلعت لتورونتو الناس اللي متبعيني في انستغرام والروينه فاش طلعت انا لتورونتو اش كنعرف في لونجلي انا راه كنتخرج العينين وتساطيح ومن هنا ومن الله ما كنعرف شي حاجه وتخيل معايا كوتش كيف كيقولوا بالمصري ادي الدنيا ضارب بطوله ضارب العشب كيجيو كيديروا مع انترفيو كنقول لهم هاي ها وريو كذا وكنهرب ولكن دابا في ظرف واحد العامين الحمد لله تخشيت غادي يعني ما تبقاوش ديروا عوائق لراسكم وما تبقاوش تردوا اللومه لحاجه واحده اخرى حنا ديما في هذيك القاعده ديال وتسد عليا الباب ديال المدرسه وانت اللي جاي معطل امشي عليا الطوبيس وانت مشيتي في الوقت ما تبقاوش تردوا اللومه لحاجه اخرى لوم راسك خدم على راسك قرعه طاح سبحان الله العظيم وخدم على راسك اصاحبي وطوروا راسكم الله يرحم لكم الوالدين الخوت انا جو شوك بزاف الناس كيشوفوا هذا الفيديو نعم ماشي كلشي عنده الامكانيه باش يدير دي زوتيود سوبيريور في لونيفرسيتي ولا في ليديك هذاك كاين الناس اللي باغيين يديروا دي بتي ديبلوم باش يدفعوا الورق راه كاينين هاد لي زوبورتونيتي في لي زوت بروفانس ورخاص من هنا كاع رخاص بزاف من كبير كاع بالعكس راه سي لوبورتونيتي بانك تمشي تعيش في لونتاريو ولا هذا راه الناس انا نعطيهم مع عمر دي زيكزامبل ديال البلايص اللي يقدروا يقراو فيهم بثمن رخيص انا نعطي اكزامبل واحد اوكي كاين واحد الكوليج في نوفو برانزويك كاين سي سي ان بي كوليج كومينوتير نيو برانزويك 7000 دولار دونك 5 مليون ولا 4 مليون العام راه سي غيان كتقرا عامين صح كتقرا عامين وكاين لا كويزين كاين بزاف كاين سكرتاريا كاين قلت لكم الدراري واحد الدري صاحبي هو دابا كاين في نيو برانزويك نيت في ادمونستون داير لاغ كولينير لاغ كولينير داكشي ديال لا كويزين وكلشي ظرف عامين صافي كتخدم كتبار كونترا 6 موا طن انت دفعتي الوريقات ديالك واش فهمتوني الخوت كلشي على ديك الطن اللي قلت لكم ديما الطن فكر في الطن وربي يدير اللي فيها الخير حاجه بان لا ريزيدونس كتقرا ريزيدونس كنديان دونك
دونك كان اللي كتعطيك زوم ديك الساعات كانت الحق انت فين تختار فين تعيش فين ما بغيتي واخا ما تبغيش داك انت واخا انه بغيتي صغيره ماشي بحال موغيال لا لا ولكن ماشي مشكل اللي كتقول فراسك انا غادي نكون ريزيدون ابري 2 زون ولا مجلس هنا في موريال 6 زون انجلس هنا ابري 6 زون نقول ناري 2 زون حسن لي 2 زون حسن اون بلوس نوفو برانجويك ومانيتوبا راه الناس حتى في لونطاريو كاين بزاف اللي كاين كاين اون كوميونيتي فرانكوفون فوالا زعما شويه بداو كيدخلوا حتى هما لا فرانكوفوني في لي زوت بروفانس شويه كلكو بروفانس ماشي كلهم فوالا وحاجه واحده اخرى بعدا اسمح لي يا عمر اوني با لا بور انسولتي الكيبيك شوف الا بغيتي تجلس حتى 10 زون انت ما عندكش فيها المشكل اختياركم هذا كيبقى كلشي ليبر يعني كاين انت داك يقول لك انا ما عنديش مشكل نجلس سيزون ويطون انا ما عنديش اشكال انا مو ما نبقى عايش في كندا نخرج نفوت البلاد دبر راسكم حياتكم هذيك ولكن انا كنعطيكم لو شومان لو بلو كور اما انا فهمتي كاع لي بروفانس هنايا كلشي عايش اللي جا لكندا ما يخرجش بلا وراق كاين الحلول اي حاجه ولكن هذاك ودار وراق دونك كيبقى غير لو شوا ديالكم لو بلو كور تخيل معايا دابا جالس عامين خديتي بها الوريقات وقاس 6 سنين كاين دوك ولاد الشعب اللي ما عندوش ودارهم ما فحالوش يخلصوا ديك 6 سنين كامله ديال المعيشه فكروا معايا صاحبي مابقاش فكر في جهه وحده انت قاس ديك 6 سنين مثلا داركم لابات عليهم وما عندكش غار ما عندكش مشكل ما عندكش غرض براسك فهاديك القضيه ولكن مسكين ولد الشعب كي غادي يدير عايش ديك 6 سنين اصاحبي اللهم ديك العام يخلص عليك هذا باق باق ناخذ الوريقات ديالي ديك الساعه تقاتل على راسك واش فهمتوني بغيت نقص هذا الخوت كيبقى له شوا ديالكم عاوتاني في هاد المسائل والله من داكشي داز علينا حنايا والله ما نبغيو لكم نتوما ثلاث المرات هما كيهرسونا هرسونا لا نعرف السلام عليكم ورحمه الله واحد سبورتيف ديالنا نسلموا عليه بعدا 6 hours later خوت تلاقيت مع داك المغربي صاحبي مهم كان واحد كان كيتريني معايا تايكواندو كنا كنديرو تايكواندو كان كيتريني عندي بقينا كنهضروا نهضروا حتى لدابا شو شحال الساعه الوحده 6 سوايع وحنا داوين حشومه من السبعة والله إلا من السبعة ملي كتب دابا إمتى؟ هولا هولا هاي كومو إستا بيان إيتو أسألك هولا ملي راس باليوني أهلا المهم صافي بقينا دونك خوت غادي نوصل هولا كومو إستا دونك خوت غير انا وصلوا دخلت في بيكالا ولا انا دخلت في بيكالا دخلت في بيكالا ديما كنغوزيتيو البروبليم على الحاجه الاخرى غنوصلو ان شاء الله للدار غنقصيو شي لعيبه ونوصلو للدار ونديرو لكم ريزومي فينا على الخوت دونك الخوت حنايا رجعنا يلا وصلنا باش ندير لكم الخاتمه ديال هذا الفيديو هذا اللي بقينا ما هضرناش فيه صراحه نهضر لكم على دو بوين اللي مهمين بزاف البوان الاول غادي نكملو لكم نعطيكم دي زيكزامبل ديال لي زيكول بي دي كوليج اللي غادي تحاولوا تقراو فيهم في اور كيبيك بروفانس كيبيك وبي غادي نخلي سي عمر يشرح لكم شويه اللي يعني الكلاسيفيكاسيون ناسيونال ديال لي بروفيسيون زيرو او بي يهضر فيهم شويه باش الواحد يكون عارف هاد المسائل هادو لي كوليج نخلي عمر الاخر حتى هو يهضر عليهم ان شاء الله تعالى ورفع صوتك وتوكل على الله ليتس جو حاليا كاين واحد دو كوليج معروفين من ناحيه الناس اللي كيفيكسيو يقراو بلا فرانكوفوني زعما يقراو بالفرونسي واخا اور كيبيك كاين كوليج لاسيت دي زيرو تاع في الفيديو اللي فات كوليج لاسيت في اوتاوا سي اون سي ان تري بو كوليج لا ريبوتاسيون ديالو واعره ادخلوا على اليوتيوب كوليج لاسيتي تلقاو الناس كيدويو عليه مزيان بزاف تقراو به فرونسي لي بروغرام ديالو واعرين زعما لي بروغرام تقرا كاين لا كولينير لا كويزين جورناليزم سكريتاريا سينما عندهم كومبوس تماك عرفتي زعما في اونتاريو سي ديرو ان بروغرام تكنيك يعني ديبلوم تكنيك سي با سي با اون كون ديفيرونس زعما مع تيك ان زي بي واحد نقولو انا نقولو بالدرهم اللي كيفاهم 4 مليون لان ان ديك دو 2 زون ديك تكنيك دو 2 زون كاين ديك تكنيك دو 3 زون ا 2 زون اما زوريتي الناس كيديرو ديك تكنيك ديال 2 زون كدير كتجيكم واحد 10 مليون ديال الدرهم العام دونك اون فورماسيون دو ديك تكنيك ديال 10 مليون ديال الدرهم اه 10 مليون ديال السنتيم ديال السنتيم حشومه المنعس هاي تيري مليار مليار يقول ويلي غتقرا فين في جي بي تي كمل كمل 10 مليون ديال السنتيم ديال السنتيم المهم الا قريتي 2 زون غاديك واحد 20 مليون ديال السنتيم على حسب وعاد الدراري كاينه واحد القضيه واحده اخرى راه تماك لي فاكونس طوال هنا كتجي دير دي بي راه كتقرا العام كامل عندك غير شهر ديال العطله ميم با كان جو سيمين كان جو ما سا دي بوين لي كوليج ولكن واحد لافونتاج زوين كاين في هذا الكوليج لا سيتي في لونتاريو اون جينيرال سي كو لوتاوا كوليج لا سيتي جا في لوتاوا ولا ماجوريتي ديال الناس سوا سوا كيقراو في لونيفرسيتي اوتاوا ولا سوا في كوليج لا سيتي كيسكنوا في كاتينو كاتينو كرا رخيص وعندك ميم با في كيبيك دخل في كيبيك ما عندكش الا كنتي عندك اون فواتور ما عندكش واحد 15 مليون ميم با 15 مليون كتشري كاتينو
عندك سي سي ان بي جو بونس كو دويت عليه قبل هو رخيص مع المليون العام وحتى كسيتي دو طاوانيت يونيفرسيتي دو طاوانيت كتخلص بحال كندي خلاص بحال كندي الا كان كنتي فرانكوفون وكدير بروغرام فرانكوفون راه كتخلص شي بعدا كل سي سي ان بي اللي دويت عليه والله العلي العظيم مشاهد بالله الله يكون عارف الناس بزاف داروا بها الوقت وسهل من هنا الناس دايرين دي بي هنا في تاكا وباقيين كيتسناو و سي سي ان بي الناس داروا له وكاين واحد لونيفرسيتي حتى هي رخيصة جو بونس كو قليل اللي سمعتو عليها سانت ان كاينة في نوفيل ايكوس في نوفيل ايكوس وي رخيصة حتى هي معيشة رخيصة تما تكري شومبر 400 دولار سي اون تخي بيل بروفانس نوفيل ايكوس عندكم اونتاريو عندكم لا نوفيل ايكوس عندكم لا مانيتوبا عندكم نيو برانزويك عندك لي سانت ادوارد عرفتي شحال عندكم الخدمة زعما سا ديبون دو فو زعما الا كنتي بيلانك لونجلي مزهدة فرونسي فرونسي انجلي ولا كومبيتونس زعما داكشي اللي قريتي تستافد منه وكيف ما نصح ديك النهار ضروري شي ديبلوم اللي غادي يخدمكم زعما شي حاجه ديبلوم تيكنيك سواء عندك يونيفرسيتي الا كنتي عندك زاد يونيفرسيتي زاد دير يونيفرسيتي لي ديبلوم سواء عندك ان ديبلوم تكنيك فاش كندير ان ديبلوم تكنيك كنقول بالمعنى حرفه في المغرب حرفه انت تكوين مهني شي حاجه تكوين شي كاع الا ما بغيتيش كاع عندها تقرا حرفه سواء في الكويزين سوداج مونتاج سير جو واش نكون شنو ما قلناش الدراري كاينين دي كاتيجوري دامبلو هنايا في كندا كاينين كاينه الكاتيجوري 0 كاينه ا كاينه بي وكاينه سي وكاينه دي لي ميتيي لي كيتسموا لي بروفيسيون كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون تقدروا تلقاو كاع داكشي في الغوفرنمون لو سيت ديال الغوفرنمون ديال كندا دايرين التسميات ديالهم وداكشي هي في لا نوفيل لوا هنايا في لو نوفو ريغلومون في الكيبيك قال لك لي زيكسبيرونس اللي كيعترفوا بهم كيكونوا في هاد لي في هاد لي دومين هادو 0 ا بي 0 سي لي بوست دو جيستيون ا سي دي ميتي خصك ديبلوم يونيفرسيتير باش ديرهم بحال بروفيسور ميدسان افوكا دي شوز كوم سا بي سي دي ميتي بروفيسيونيل ولا تكنيك بحال تكنيسيان في شي حاجه سودور كوزينيي دي شوز كوم سا دونك هادو هما لي ميتي اللي تقدروا تجيبوا بهم لي بابي و سي En fait, qui expose les comme l'expérience les radiotherapie après le diplôme dire comme il a connu Barine de prof Québec ou a dit que l'expérience en fait c'est ce qu'on lié à au diplôme les petits par exemple d'aller chez DEP chez Haja ou dès que le métier dialek داخل في سي غادي يحسبوا لك داك ليكسبيرونس اللي غتجيب في داك لو ميتيي pour atteindre داك لي 18 mois ديالك دونك سي سا ديما بقاش هذيك واخا تجعلك تخدم 100 mois en tant que caissier ما يعطيوكش شي اسكو واخا 100 mois كنصحكم تلقاو شي امبلوا يكون كاليفيي فوالا ديروا به وريقاتكم وعاد هادشي الا بغيتو تمشيو لي زوتر بروفانس كما قلنا اونتري اكسبريس راه حاسبين لكم حتى هما 0 ا بي تخدم فيهم عام 6 mois plus tard انت تي ريزيدون بيرمانون بلاد الصابق هذا كامل الصداع ديال الدي او بي سورتو لا عندكم الدبلوم ديالكم عندكم ليكسبيريونس ديال عام ديال الخدمه اللي غادي ديروه بلوس عندكم شي واحد ديال لا فامي ديالكم كيطلع لكم النقط بزاف كيعطيو عليها 15 بوان فاش كتكون عندك لي اوفر دومبلوا 200 بوان ديزيناسيون دو بروفانس 600 بوان فاش كتكون عندك مزيان خصكم تعلموا لونغلي الفرونسي خصهم يكون عندكم دي بون نوت ضروري تكون 100 بوان الا كنتي عندك مع لونغلي بزاف تقدر مثلا تكون عندك اون فرونسي طالعه ولونغلي موين سي سا ماشي ضروري تكون لونغلي طالعه والفرونسي موين المهم وحده فيهم تكون سي سا وكيحسبوا لكم الا كان عندكم الفرونسي حسن كيديروا لكم الفرونسي هو بروميير لونغ ولونغلي دوزيام لونغ اي فيس فيرسا دونك سي بور سا نصحكم تجي ويكون عندكم دي بون نوت في لي تيست في لونغلي كيقبلوا الايلتس وواحد سي او شي حاجه سيلبيب اي في الفرنسي كيقبلوا التي او اف والتي سي اف هادشي اللي تي او تي سي اف وخاصكم دوزو من الاربعه ديال لي كاتيجوري يعني الاكسبرسيون كريت في الاكسبرسيون دو لوغال البروديكسيون كريت البروديكسون اورال ضروري خاصك تجيب فيهم 7 للفوق
وستيل بيبول ايلتس كاين فيهم انواع كاين الاكاديميك وكاين الجينيرال. المهم كاين خاصكم واحد لو تيب وكاين جونس الاكاديميك اللي مقبول. المهم صافي وكدوزوا بهم وانتم كنديين دونك الخوت باش نريزومي هادشي وباش نلخص لكم كلشي ان شاء الله تعالى. انتم سمعتوا الاخوان بعدا عمر ها هو الانستغرام ديالو شوفوا معايا هنايا ها انتم كيف كتشوفوا عمر بي هذا عمر او هذا عمر بي عمر بي ها هو نيت الانستغرام ديالو ها هو وعمر سي ال انا اسامه سمحوا لي داز تاع ماكيناش اسامه ها هو انا الانستغرام ديالي هنايا برستون بلي كيستيون برستون بلي كيستيون راه يجاوبكم حتى هما ان شاء الله تعالى مرحبا مرحبا بكم دونك الخوت باش نلخص لكم كيف سمعتوا في الفيديو راه نقول لكم حاجه وحده الواحد يصلي صلاه الاستخاره قبل ما ياخذ اي قرار في حياته واللي كتبها الله مرحبا بها حاول الواحد يتراسي لو شومان ديالو يعرف فين غادي يمشي ويختار طريق وياسيومي اي حاجه غتوقع له في هذيك الطريق لانه هو لا يكون مسؤول عليها وقبل ما ياخذ شي طريق يسول مزيان ويعرف ويبحث وربي غادي يستر ان شاء الله تعالى في كاع المسائل يعني الواحد ما يحتاج ليه في كندا ما يخافش كاينين الحلول وكاينين الحلول نقطه وحده اللي بغيت نزيدها انه قبل ما تجيو مثلا من المغرب لهنايا ولا من البلاد اللي نتوما فيها لكندا الكيبيك ضروري كاين اللي رفضوا لي السي سي ا كي ما عطاوش ليه كاين اللي داروا لي دوت بروفانس ما كاين لا سي ا كي لهم يحزنوا كتقاد بيرميديشن كتقاد الدوسي ديالك بيرميديشن تدفع انت ديجا في بلا انت ما تسنى سي ا كي دير هادي فعل هادي حراكم فهمتوا شنو بغيت نقول هادشي اللي كاين كندا باقا باقا فتيا باقا باغ مازال الى بيزوان دي ترافاي سورتو ابري لا غالون الحليب طريه 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 باقا كندا راه باقا سنا الحليب الخوت حشومه هادشي اللي كاين الخوت. المهم كيف قلت لكم ما تنساوش واحد جيم اللي عجبكم الفيديو ما عجبكمش الفيديو دير لي ديسلايك وكتب لي في كومونتير علاش ما عجبكش الفيديو الدراري ما تنساوش برستون بلي كيستيون فهمت وراه بليزير راه كلشي كيجاوب حتى انا راه مرحبا هذا راه ديك المره جاوا لي كيستيون بزاف وجاوب على الجميع يعني مرحبا بكم الاخوان نيزيتي با و اسيي دو بروندغ لو فري بون شومان اللي غادي يوصلكم في هذه البلاد هذه وها انتم شفتوا شحال الساعه 23 دقيقه دابا وتحيه خاصه صحاب كرواسا حنا في كندا بخير ما كاين اللي مبرص لك راس ما كاين اللي عندها كتفرو في الكاميرا غيدير لك التليفون غيدير لك كندورو كنسيركلو تعطلنا المترو مشى البيس مشى صدقنا بيتين مع السي عمر بي في الدار ديالو وبخير قصينا واحد البيتزا كنقول لك هاد المعلومات طالعين من البيتزا داكشي موناضا كوكا هادشي اللي كانوا شاربين كوكا مع البيتزا يا سلام دونك الاخوان تهلاو لي فراسكم والله يسهل عليكم والله يسر لكم ان شاء الله تعالى باي باي كلام في كلام نهائي جود لاك للجميع جود لاك وان شاء الله غتشوفوا معايا فيديوهات وحدين اخرين ومازال غناقشوا معكم هاد المسائل كاين دوت كيسيون شي حاجه ندير عليهم فيديوهات اخرين ناقشوهم يمكن نديروا على كاع فلوغات مرحبا هاد الصيف هذا الشيء نبلبلوها نخلقوها نوريكم كندا وهذا الشيء اللي كان الاخوان نمشيو تورونتو ان شاء الله نمشيو عندي تورونتو مرحبا مرحبا هادشي عند اسامه ماشي دريك ان شاء الله واتساب روبو يا يا ام فاين What's going on? Can you say hi to my followers, please? I'm doing a video. Say hi to my followers. Don't worry, just say hi, everyone. Hello. Peace in Canada. Yes, peace and love. Thanks, bro. One of the best countries in the world. Yes, that's from Tunisia? No, from Morocco. Morocco? Yep. Beautiful, man. From Senegal, man. تحية خاصة أصحاب كرواسة واللي بغى يجي حدانا راه باقا بلاصة. سلام.